تقول أنا معلمة أغيب عن المدرسة لغير ضرورة. السؤال هذا، هل هذا الراتب في هذا اليوم جائز لي أخذه؟ إذا كان ما في عذر يسمح النظام من أجله، وإنما هو تكاسل أو تساهل، فلا يجوز هذا العمل ولا يحل لها الراتب اللي تأخذه وهي لم تؤدي العمل. لا تأخذ راتب إلا في مقابل أداء العمل، إلا إذا عرض لها عذر شرعي يسمح النظام بترك العمل من أجله فلا بأس، هذا يسمى إجازة مرضية. نعم.